هذا المستقبل. في فين اول واحد المستقبل بزيلوس اضرب صح ولا لا؟ طلع تصير عندك اف اكس واحد اف اكس ثلاثه يساوي هاي الاثنين بتنزل شو تصير؟ اثنين في ثلاثه 6 اكس عند اثنين ناقص واحد يبقى شنو؟ اذا اثنين 3 اكس تربيع شو تصير؟ 6 اكس زائدا قد تصير بعد؟ 2 اكس يو اوكي؟ اول خطوه بسيطه الثلاثة في اثنين 6 اكس النص ناقص واحد راح يبقى اكس واثنين اكس راح يبقى شنو؟ اثنين مو؟ نجي على هذا هنا ايش راح نسوي؟ هنا عندي مشتقة الأول وعندي شنو؟ مشتقة الثاني مشتقة الأول شو تساوي؟ 6 6 إكس شو تساوي؟ 6 بينما الثاني شو بتصير؟ 8 إكس على ايش عندي قانون؟ الأول بقوس في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول 8 إكس حلو هناك تجي بالبداية تقول اف اكس فتحة مستحق اف اكس فتحة 6 اكس ناقص الواحد في الاول وين مشتقة الثاني؟ الثاني 8 اكس مو صح؟ تكعيب 8 اكس تكعيب واضحة؟ اوكي هناك راح تصير عندي